تقدر تقول لي إنه ده الأركيتكتشر أو الأركيتكتشر في العموم وليس فقط ما انسبايرد ذا سيل. يبقى كان بي دان بيركتينيس، بنعمل فاليديشن للليجن سواء لينف نود أو ليجن أنا شاكك فيه، وبعد كده براديولوجيكال جايدنس زي ما اتفقنا، ممكن يبقى عن طريق استخدام الألترا ساوند أو عن طريق استخدام السي تي، وبالتالي آخد الكور بايوبسي وأعرف الشكل الأركيتكتشر، وده بيساعدني في الدايجنوزس أوف مالجنسي. طيب تعالى نتكلم عن what is called incisional biopsy. incisional biopsy معناها انه في deep seated lesion، والليجن ده انا هحتاج اعمل skin incision وبعد كده اخد جزء من التشو واعمل عليه الهيستوباثولوجي والاميون هيستوكيمستري، وده لما بيكون صعب ان انا اعمل fine needle aspiration وهكذا، ممكن جدا ده زي السركومس. الاكسجنال بايوبسي، كلمة اكسجنال معناها توتال اكسجن، معناها سيرجيكال بروسيدور تو ريموف ذا ليجن توتالي كومبليتلي اند بيتر وذ سيفتي مارجن. يعني لما الاقي حاجة موجودة اون ذا سكن، حاجة اند ذا سكن، سكن ليجن، اوكي سكن ليجن، سمول تيومر او سمول ليجن، ممكن جدا اعمل له اكسجنال بايوبسي، يعني كاني باخد بايوبسي لكن وذ توتال اكسجن فور هيستو باثولوجيكال اكزامينيشن. يبقى excisional biopsy imply the removal of the entire skin lesion or lump، حاجة موجودة on the skin، small particulars superficial mobile difficult to obtain with adequate needle، أنا مش هعرف أجيبه كويس بالنيدل، أنا ممكن أعمل total excision، small mass or skin lesion on the extremity of the trunk potentially malignant but often best approached with excisional biopsy. وزي ما اتفقنا ده هيساعدني جدا إن أنا أقدر أعرف the whole feature the whole lesion، وفي نفس الوقت هبقى عملت type of like a surgical procedure have total excision of this lesion. ايه مشكلة الاكسجن بايوبسي؟ ممكن جدا تعمل scar formation، لازم وانا بعمل اكسجن ابقى ماشي مع اللاينز الميد لاينز او ذا تيشو، واخد بالي انه ممكن لو دخلت في subcutaneous tissue او كده ممكن اعمل more or less scar formation، يعني ممكن اكون محتاج اعمل ري اكسجن للمارجن. في مصطلح مهم جدا في الانكولوجي هنتفق عليه وهو السيرجيكال مارجن. السيرجيكال مارجن او باثولوجيكال مارجن it means in each type of surgical procedure applied each organ systemic oncology we should go for negative margin and this negative margin actually was identified several in trials and in evidence-based clinical practice. بمعنى اي استئصال جراحي انا هعمله في systemic oncology لازم يكون مصاحب لوات سكولد نيجاتيف مارجن، اطمئن ان انا شلت الليجن وكمان اخدت جزء من النورمال تيشو، والنورمال تيشو ده انا حددته بالمليمتر بالسنتيمتر according to the site we can go، وده هيساعدني كتير جدا اني اقلل اللوكال ريكيرنس واني احسن اللوكوريجينال كنترول. يبقى مشكله الاكسجنال بايوبسي ممكن تؤدي لسكار فورميشن، ممكن ما اعرفش اخد النيجاتيف مارجن اللي انا بدور عليه، وزي ما اتفقنا اي استئصال جراحي في الانكولوجي لازم يتبعه طبعا ويكون معاه النيجاتيف مارجن as much as we can order to improve the localogenic control. طيب what about the sentinel lymph node؟ فكرة السنتينال لينف نود أو السنتينال لينف نود مابينج أو السنتينال لينف نود بايوبسي كلها كانت أفكار برضو التطور حدث في السيرجيكال كونزرفيشن، بمعنى إن إحنا كنا قد نلجأ إلى استئصال الغدد الليمفاوية كاملة في أثناء علاج سرطان السن، إحنا نعمل موديفايد راديكال ماستكتومي سيرجيكال ريسكشن أوف ذا بريست، نشيل كل الأكسيلري لينف نودز وزاوت سامبلينج، والمريضة ممكن يكون ما عندهاش real lymph node involvement او كده according to the stage، وبعد كده patient ممكن تعيش عمرها كله comorbid lymphedema، دي مشكلة تانية. دايما in the treatment in clinical oncology we go for risk benefit، لازم افكر كويس جدا هذا هو العلاج الملائم للمريض، it should be tailored according to his situation، لازم العلاج يتفصل وفقا لحالة المريض، وهذا يتوقف منذ بداية دخوله العيادة وأنا بفحصه clinical examination performance قدرته على تحمل الأعراض الجانبية للعلاج، قدرته على إنه يدخل جراحة أو يتعرض للجنرال أنيسيزيا،
قدرته على انه ياخد علاج كيميائي ويدخل منه في اعراض جانبيه، قدرته على احتماله للعلاج الاشعاعي وهكذا. يبقى اذا كل ما هو له علاقه بعلاج الاورام له علاقه ايضا بحاله المريض وله علاقه بتفصيل العلاج بدقه وفقا لحاله المريض، وهذا له معايير عده وكثيره. وان كنا بنلجا للاستئصال الجراحي مثلا او بنلجا للعلاج الكيميائي، لازم افكر كويس جدا ما قيمه وما مدى استفاده المريض من هذا، وما هي الاعراض الجانبيه التي قد تصاحب هذا العلاج، وبالتالي يبقى المريض عنده مشاكل من العلاج وقد لا يستفيد به الاستفاده الكليه. طبعا نتخيل ان احنا عملنا فعلا اكزيلر لينف نود ديسكشن وكانت اللينف نود نيجاتيف سين، المريضة هتعيش عمرها كله عندها كوموربيد ليمفيديما، هتلجأ لعدة جراحات أو عمليات، هتتعرض لالتهابات أو سيلولايتس، التهابات في الأغشية الخلوية للذراع، مش هتقدر تستخدم ذراعها أو إيدها كويس في المهام اليومية، وبالتالي هبقى عملت لها مشكلة أكبر من مجرد فكرة العلاج. سنتيمال ليمف نود كان من الحاجات اللي بتساعدني إني أكتشف من هي الغدد المصابة لكي يتم استئصالها، بمعنى إن أنا بحقن صبغة معينة أو تريس معين وبيبقى موجود ان ذا ليجن، بيبقى موجود في كتلة الورم، وبعد كده ببدأ احاول اعمله ديتكشن ان ذا ليمف نود. ليمف نود او الغدد الليمفاوية المصابة هي التي سيتم استئصالها جراحيا واستبعاد الغدد الغير مصابة. A biopsy of the lymph node identified performed operating theater. This to be done inside the operating theater. A cut made in the lymph node area identified by lymphocytangiogram which is marked with تاتو دوتس، ذا بلو اور سنتينال نود، يبقى النودز اللي خدت البلو دوت. اند ريديو سنسيتيف برو ويل كونفيرم ذا ريديو اكتيف ليمف نود، مين اللي خدت الراديو اكتيفيتي اند ذن تو بي ريموفد. المزيد من التطور. ليكويد بايوبسي، كلمه ليكويد بايوبسي معناها بالاساس انه الريسيرش قدر يساعدنا ان احنا نكشف عن وجود الخلايا سايتوبلازما، وان انا اكشف عن مستقبلات موجوده على خلايا السرطان ايضا بداخل البلازما عن طريق الليكويد بايوبسي. ماتش اوف ذا ايرلي ريسيرش ليكويد بايوبسي بدات في اللنج والبريست والبروستات كانسر، ودي ساعدتني ازاي الديفينيشن زي ما اتفقنا هي تعتبر سيمبل نون انفيزيف بروسيدر او الترنتيف للسيرجيكال بايوبسي. بدل ما الجا للاستئصال الجراحي ممكن اخد سيمبلي بلاد سامبل. بلاد سامبل دي هتكشف عن ايه؟ عن وجود الخلايا غير الحميده او الخلايا السرطانيه، وهتكشف عن وجود بعض المستقبلات بسبب وجود هذه الخليه. يبقى الليكويد بايوبسي زي ما اتفقنا isolating tumor derived entity like circulating tumor cells، هي هتقول لي التيومر سيلز اللي موجوده، الدي ان ايه اللي موجود، والتيومر اكسترا سيلر فيزيكلز، زي مثلا اني ابدا اعمل زي ما اتفقنا analysis كمان للجينوميك والماتيريال اوف ذيس كانسر سيلز. اكزامبل يعني عيانين نون سمول سيل لان كانسر الحقيقه كنا بنكتشف عندهم الابيدورمال جروس فاكتور ريسبتور الاي جي اف ار جين ميوتيشن عن طريق ان انا اعمل البيشنت ديس بايوبسي او ليكويد بايوبسي. اذا هو من الطفرات والتطورات التي حدثت في العلم التشخيصي للاورام، واللي ساعدتني جدا ان انا اقدر اكتشف او اكشف عن وجود الخلايا السرطانيه في البلاد سامبل بدل ما الجا للسيرجيكال بروسيدور. مش بس كده، هي تساعدني كمان في الكشف عن التغيرات والطفرات الجينيه التي تحدث في هذه الخلايا او الموجودة في هذه الخلايا، زي الـ EGFR اللي موجود في non small cell lung cancer، وأقدر أكشف عنه by more working in pathology. طيب خلصنا كده الجزء الأول وهو الجزء التشخيصي، وزي ما اتفقنا الجزء التشخيصي هو الجزء الذي يختص ببداية تحديد المريض، والتشخيص قد يعتمد على البيوبسي سواء إن كانت نيد البيوبسي أو surgical biopsy and according to its site، ممكن تبقى endoscopic، ممكن تبقى laparoscopic، وزي ما اتفقنا إن ممكن جدا الجزء أو القطاع التشخيصي يبقى فيه جزء كبير جدا من الجراحة البسيطة التحفظية like the excisional biopsy. تعال نتكلم عن الاستئصال الجراحي أو قيمة ودور الذي تلعبه الجراحة في علاج الأورام. الأساس في surgical therapy هو what is called the negative mode. يعني as much as we can go
for the surgical procedure and to go also for the negative margin. Negative margin means to maintain, to obtain normal tissue margin around the malignant lesion. In this margin, in each part, in each organ, in systemic oncology, we will discuss either millimeter and centimeter, whatever, and this is based as evidence-based clinical practice. Actually, it is based on several studies and several trials which show the improvement of local regional control based on the presence of this negative margin. Even thus, different operative approach depend on the tumor type, local involvement with adjacent structure, and the risk of local recurrence for all solid malignancy increased if negative margin not achieved. What about the curative surgery? Curative surgery is a surgery for the primary cancer, surgical removal for optimal control of the lesion, like modified radical mastectomy, right hemicolectomy, left hemicolectomy, D2 resection in gastric cancer, near total thyroidectomy, whatever the type of the surgical resection, this will be the optimum treatment for the patient, specifically if we obtain the negative margin. Local control, elimination of the neoplastic process in which the local tumor recurrence is minimized. Thus, in order to obtain the proper surgical procedure, should go for negative margin. And this will actually and eventually minimize the possibility of recurrence if we can obtain a negative margin for this lesion. Please,